بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم ضمن منافسات هذا السباق المحلي الثالث الذي تنطلق فعالياته على الهواء مباشرة من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا اليوم السبت 19 من شهر أكتوبر لعام 2024 الموافق 16 من ربيع الثاني لعام 1446 للهجرة. برنامجنا الصباحي وهو بداية هذا السباق المحلي الثالث ستكون بإذن الله على الهواء مباشرة، وسنتابع معكم انطلاق 30 شوط مقسمة. الانطلاقة الأولى عبارة عن 15 شوطا للأشواط المفتوحة هجن أصحاب السمو وسعادة الشيوخ، وتليها مباشرة أشواط هجن أبناء القبائل الأشواط العامة وفئة الإنتاج. أتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا السباق المحلي الثالث، والبداية مع أشواط الحقائق ومسافة 3 كيلومترات. هذا هو الشوط الأول الرئيسي على الهواء مباشرة يستعد للانطلاقة في هذه اللحظات بحضور كبير وبشعارات أيضا عديدة وأسماء قوية متواجدة في صباح هذا اليوم في هذا الشوط الأول الرئيسي الخاص بالحقائق البكار لهجن أصحاب السمو وسعادة الشيوخ. إذن عدد من المضمرين وأسماء لامعة من الحقائق ستنطلق في هذا السباق وفي هذا الشوط الرئيسي. نترقب ونتابع معكم على الهواء مباشرة ما يجري من استعدادات على أرضية الميدان. وهكذا مشاهدين الكرام بسم الله وعلى بركة الله يعطى هذا الشوط إشارة البدء والانطلاقة على الهواء مباشرة. ورحب بالسادة المشاهدين والمستمعين والحاضرين على أرضية الميدان. أقوى أشواط الحقائق المفتوحة انطلق في هذه اللحظات شوط البكار الرئيسي في هذا السباق المحلي الثالث. وهناك أيضا محطة مهمة بانتظار المشاركين وهو السباق المحلي الرابع الذي شاهدنا الجوائز العينية، السيارات التي رصدت والرموز التي أعدت من خلال إعلان اللجنة المنظمة لسباقات الهجن والجوائز المليونية والتسعيرات بانتظار المشاركين. نتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا الموسم الحافل، في هذا الموسم الاستثنائي. نتجه أيها الأعزاء لنتعرف على المراكز المتقدمة الأولى. مقدمة الشوط الدوحة للشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني مضمر حمد بن طالب بن عمارة، بينما دور المركز الثاني تصل هدادة لهجن الغرافة يضمرها المدهش سالم بن عامر المدهوشي. الدور والنقلة إلى المركز الثالث، ومن تتقدم طماعة لهجن الشحانية مضمر المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الرابع تصل وتتسلل في المركز الرابع المزن لهجن أم الزبار مضمر علي بن سالم الصعاق، حصل دخول وتسلل على المركز الرابع من قبل هند لسعادة الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز آل ثاني، بينما المركز الخامس أيضا المركز الخامس تصل فيه وتنطلق في هذه اللحظات المزن أو طماعة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن نعود إلى هدادة 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 هدادة، الشعار الغرفاوي الشعار الغرفاوي حضر معنا في السباق المحلي الأول وكان حضورا لافتا، كان حضورا مميزا، يعود في هذا السباق المحلي الثالث في هذا الشوط الرئيسي. وشعار هجن الغرافة التابع لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني بقيادة المضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي، هدادة انهدت على الشوط الرئيسي وانطلقت بدون أي منافس على الإطلاق.
في هذا الصباح الجميل في هذا السباق الذي يأتي بعد أمطار يوم الأمس الذي نسأل المولى جل في علاه أن يجعلها أمطار خير وبركة. وانطلقت هدادة لتفتتح الكيلومتر الأخير والعصف الإبطان. المركز الثاني هنا الدوحة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني بن عمارة في التضمير. المركز الثالث وصلت هند لسعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني. وإنما المركز الرابع عجل الشحانية مع طماعة بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. يلا يا أبو خالد. المركز الخامس وصلت فيه في هذه اللحظات الماجدة لهجن المرخية مع محمد مدثر في التضمير. نعود إلى هجن الغرافة. الله. إذا يبدو أن السلام يا السلام يتجه من هذه اللحظات على الهواء مباشرة من الميدان إلى أهل الغرافة، من الميدان إلى سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني داعم هذا الشعار بالمشترى وبالإنتاج. يبدو أنها من بنات الوسمي المملوك لهجن الغرافة، هذا الفحل الذي أيضا أقدم الندر في كل الميادين وبالتحديد مع هذا الشعار. إذا هذه هدادة تنطلق لتزف التهاني والنواميس إلى سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مالك هجن الغرافة وإلى المدهش. أوه يا المدهش، يا سلام أدهشتنا يا المدهش، مدهش يا المدهش، وهدادة تدهش المتابعين تدهش الجميع. سلام للشعار الغرفاوي، سلام سلام لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني على هذا التميز وعلى بزوغ نجمة اسمها هدادة في هذا السباق المحلي وفي الشوط الأول الرئيسي. سلام هدادة، سلام سلام الغرافة، سلام سلام أبو عبد الله، سلام. تهانينا والناموس لهجن الغرافة ولسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وللمضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي. سلام يا المدهش، سلام. المركز الثاني هند لسعادة الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز بن أحمد آل ثاني. المركز الثالث، المركز الثالث طماعة لهجن الشحانية بقيادة المضمر القدير محمد بن خالد العطية. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت الماجدة لهجن المرخية مع مضمر محمد مدثر أحمد. المركز الخامس، المركز الخامس معزة لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري. هذه النتيجة، وحقيقة تميزت هدادة من قدمت هذا العرض الجميل وهذا العرض اللافت لتقطع مسافة الشوط في توقيت زمني مميز 4 دقائق و28 ثانية، 93 جزء من الثانية. التهاني والناموس على فوز هدادة لهجن الغرافة، وتهانينا نزفها لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وأبنائه الكرام. التهاني موصولة للمدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثاني اللي ما قصرت هند، قطعت المسافة في 4 دقائق 34 ثانية، 92 جزء من الثانية. التهاني والناموس لسعادة الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز بن أحمد آل ثاني، والتهاني لمضمر هند. المركز الثالث اللي وصلت طماعة، قطعت المسافة في 4 دقائق 35 ثانية، 76 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن الشحانية، وتهانينا أيضا للمشاغب والحوت محمد بن خالد العطية. نتواصل مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم الأشواط الرئيسية.